إذا لم يكن الحوثي جاهزاً لإنهاء الحرب واستعادة الدولة اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي ما هو موقفه؟ إذا لم يكن هناك شريك حقيقي على الأرض فيجب علينا أن نتحمل مسؤولياتنا جميعاً كمجلس رئاسة وشعب وكل مكونات المجتمع اليمني أن نقف في هذا المشروع والشرف الإنقلابي ومن يقف وراءه، وليس لنا خيار إلا أن نقف كل قوتنا في مواجهته وبشتى الوسائل.